السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي إلى كل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها، تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات، وصحة لفطور الصائمين، وصحة لسحور الصائمين. أردت في هذا التسجيل هو أن أحذر الجزائريين والجزائريات، خاصة من الناس اللي يرتادوا الموقع نتاع الفيسبوك، من حساب اسمه سلطاني أبو جرة. وهذا الحساب هو نتاع إنسان محتال وإنسان نصاب، تقمص الشخصية نتاع أبو جرة سلطاني، ويحاول هو أنه يسيء لأبو جرة سلطاني ويسيء للعائلة نتاعه. ولم يكتفي بهذا، بل افتح حساب على جال ايضا باش يتقمص الشخصية نتاعي، ايضا باش يسيء للعائلة نتاعي. وعلى كل حال، هذا الشخص النصاب اكتبوا فقط النصاب في اليوتيوب او في الجوجل، راكم تعرفوه، حتى باش ما نعطلوش الفرصة، لانه هو انسان جبان ويستعمل في الاسماء المستعارة، وما عندوش الشجاعة على جال باش يقول هذا الكلام بالوجه العاري تاعو، لانه عارف من انه في دوله يحكمها القانون، ومن انه راه رايح يدخل للسجن، وبالتالي يستعمل الاسماء المستعاره. ولكن راك في دوله لابوليس نتاعها مش لابوليس اللي تقدر تشريهم بالرشوه، ومش من لابوليس والله من القضاة اللي يصدروا الاحكام نتاعهم بالتليفون. الهدف نتاعو من خلال فتح هذا الحساب هو الإساءة بطبيعة الحال لشخص أبو جرة سلطاني بالدرجة الأولى وللعائلة نتاعو، وأيضا يحاول هو أنه يستعمل هذا الحساب للإساءة إلى الحركة نتاع حمص، في حتى بعض الجرائد، بعض الصحف الموالية بطبيعة الحال للنظام أخذت حتى بعض التصريحات ونسبتها لأبو جرة سلطاني من هذا الحساب. وفي نفس الوقت يحاول هو أنه يغلط بعض من الناس اللي عندهم علاقات مع أبو جرة سلطاني، على جال باش يأخذ المعلومات نتاعهم من خلال هذا الحساب، في شكل مراسلات خاصة، في شكل إعطائه بعض المعلومات. ولهذا وجب التحذير نتاع هذا الناس، لأنه بهذا الحساب استطاع هو أن يكسب صداقات، بحيث هو أنه الآن راه عنده في هذا الحساب 5000 مشترك في هذه الصفحة، ويحاول هو أنه كل مرة ينسب بعض الأشياء لأبو جرة سلطاني، وبطبيعة الحال هو أنه يستعمل بعض الأشياء الصحيحة، يعني يهز مثلا تصريح لأبو جرة سلطاني في صحيفة ما أو حوار ويضعه في هذه الصفحة، حتى باش يوحي للناس من أنه راه هو يستعمل في بعض المعلومات الصحيحة، كالمكان تاع الازدياد نتاعو والدراسة نتاعو وبعض الصور اللي سارقها أو يبعثهم له بعض الناس اللي مختصين في مثل هذه الأشياء. في هذه العشر الأواخر تاع رمضان، وين الناس تقرأ الليل والنهار وتصوم وتزكي على جال باش تفوز بالغفران، هو لازال إلى يوم الناس هذا لازال يستعمل في النصب وفي الاحتيال في شهر رمضان. ولي ما يؤكد من أن هذا الإنسان، الشخص النصاب المحتال، موش هو أبو جرة السلطاني، وإنما تقمص الشخصية نتاعو. وعندي دليل يؤكد من أنه نصاب ومحتال، وهذا الدليل ما نعطيش الرأس نتاع الخيط نتاعو. إذا يحب أبو جرة السلطاني يتصل بيا نعطيه له، على جال باش يحاكم هذا المجرم النصاب. إذا راك تحس في روحك من أنك تخوفني ومن أنك تقدر تشوهني، راك واهم. أنا مانيش من النوع اللي خاف، ومانيش من النوع اللي تقدر تبتزه. وكل ما زدت في النصب والاحتيال، كل ما زدت في الفضح نتاعك. إذا تملك مثقال الذرة من الرجولة، عندك جرام نتاع الرجولة وتلبس السروال، بين وجهك وتكلم قدام الناس، جرام برك. إذا تملك مثقال ذرة من الإسلام، بين وجهك. في شهر رمضان وفي العشر الأواخر من هذا الشهر، وإن أن الناس تبكي على جل باش تفوز بالغفران،
وانت تستعمل في النصب وفي الاحتيال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في احد الاحاديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. يا ويحك يا ويحك في هذا الشهر لم تكتفي بالنصب والاحتيال، لم تكتفي بتقمص شخصيات، لم تكتفي بالطعن في الأعراض، لم تكتفي بقذف المحصنات، لم تكتفي بأكل لحوم الموتى، تأكل في السحت وفي الحرام وعيش بالنصب وبالاحتيال، وين راك رايح؟ تشوه أبو جرى سلطاني، هل تستطيع هو أن تطفئ الشمس؟ هل تستطيع أن تغير مجرى التاريخ؟ تطلع للسماء تهبط الأرض. في النهاية لابد أن دعوة المظلوم تخرج فيك في الدنيا قبل الآخرة. وفي هذا شهر رمضان، في هذه الأيام الأخيرة من رمضان، ولعلها ليلة القدر، اللهم شل لسانه، اللهم شل جسمه، اللهم أطل عمره واجعله عبرة لمن يعتبر في شهر هذا رمضان. تدخل لديار تاع الناس ويأكلوك ويشربوك وتغدر بهم يا وحد النصاب. ناس كانوا معاك في السجن وروحت وحتلت عليهم، كاين منهم اللي راهم مازالهم أحياء ويشهدوا، رحت ليهم وتستعطف الوالدين نتاعهم على جال باش يعطيوك دراهم واحتلت عليهم والى اخره. وين راك رايح؟ وين رايح تعيش؟ عايش بالسحت وبالحرام، وين راك رايح؟ وين رايح تعيش؟ براك تشوف قدام عينيك ماذا يحدث في ليبيا، ماذا يحدث في مصر، ماذا يحدث في سوريا. براك تشوف الطغاة والجبابرة اللي كانوا يقولوا مثل ما كان يقول فرعون انا ربكم الاعلى، راك تشوف النهايه نتاعهم. ما تعتبرش ربي خرج فيك ان شاء الله في الدنيا قبل الاخره. اذا اكرر للاخوه الجزائريين والجزائريات الشرفاء بطبيعه الحال، لانه عارف من انه فيه ناس عندهم حسابات ابو جرى سلطاني والى اخره، ومن حقهم ذلك. وبطبيعه الحال أنا لا أدافع عن أبو جرى سلطاني، وإنما أدافع عن الحق. هذا إنسان عرض نتاع إنسان مسلم ندافع عليه، هذا عرض نتاع إنسان مسلم مهما اختلفت معه سياسيا، مهما اختلفت معه فكريا، مهما تباعدت الآراء والأفكار، ولكن هو في النهاية خويا ومسلم ومن حقه على جال باش ندافع عليه في مثل هذه الأمور. وفي نهاية هذا التسجيل أخبر الإخوة من أنه فيه حوار إن شاء الله يوم السبت على الساعة 6 بتوقيت الجزائر مع السيد جلالي سفيان، منسق ولا رئيس بتاع الحزب الجديد هذا اللي اسمه الجيل الجديد، والموضوع هو الجزائر والتغيير. الناس اللي يهمهم هذا الحوار ويحبوا يشاركوا معنا سواء بالكتابة أو بالصوت والصورة أو بالصوت من خلال الإذاعة نتاع وطني، هو أنه بإمكانهم ذلك. الناس اللي يحبوا يشاركوا بالكتابة هو أنه يطرحوا لي أسئلة وأنا بدوري نحولها للأخ جلالي سفيان. الناس اللي يحبوا يشاركوا بالتسجيلات بالصوت والصورة يدير تسجيل في اليوتيوب أو في الفيسبوك، يبعث لي التسجيل على جال باش نعطيوه للأخ جلالي سفيان باش يشوفوا. الناس اللي يحبوا يشاركوا في الحوار على المباشر هو انه يدخلوا للموقع نتاع راديو وطني، راهو موجود الرابط نتاعو في الفيديو، بحوالي نصف ساعة او ربع ساعة يبعث لي رسالة، راها كاين الخانة نتاع سكايب في الموقع، يبعث لي رسالة كتابة ويقول لي من انه راني حاب نشارك في الحوار حتى باش ندخلوا فيما بعد معنا في لاكونفيرونس هذه نتاع الحوار، والناس اللي يحبوا يتبعوا الحوار. إن أصبت دائما فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان الرجيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والناس اللي ربما ما نتلقوش
صحة عيدكم مسبقا. السلام عليكم.